وانطلقت الآن الجياد في شوطها الرابع على جائزة حزام ابن خزام العجالين الدوسري رحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط على مسافة 1400 متر للجياد المستوردة عمره 3 سنوات وأكثر، وكسبت من سباق وحتى 3 سباقات، وقيمة الجائزة 44,000 ريال. الصدارة لعز الرفيق في المركز الأول، المركز الثاني لرفاه، والمركز الثالث على ما يبدو لشبل مشعل، المركز الرابع لفضيلة، الخامس لهدار، والسادس لزود العطا، والصدارة لعز الرفيق في المركز الأول، متابعة من الفرس رفاه، وأيضا شيقردي وبس في المركز الثالث، شيقردي وبس يقترب، وأيضا هدار يقترب، ومن الداخل زود العطا أيضا، والمنعطف الأخير ورفا تتقدم وتأخذ الصدارة الآن في المركز الأول. رفا تتقدم بقيادة خيالها دهام الدهام، والصدارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وابتعاد عن بقية الجياد في هذا الشوط ما شاء الله لا قوة إلا بالله لرفا لشريف هزاع بن شاكر العبدلي. ألف مبروك.